السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله الذي تفضل. صحة حديث سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق. والله أعرفه ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. هذا حكمي عليه من زمن. نعم. طب لو أنا أخذت باللي هو بيقول صحيح، لو أنا قلت ذكر تاني غير سبحان الله، يعني لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق، هل أنا أكون مبتدع؟ لا، ما إلزم إذا رأيت أن الحديث ثابت. نعم. افعل كما في الحديث اللي هو سبحان الله والحمد لله. نعم. فقط هي اللي ذكرت في الحديث. الله يسلمك. أزيد على ذلك لو ثبت. شكرا، بارك الله فيك وفيك يا حبيبي.